اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي نظام المسارات في لقاء جديد مع ماده الفنون. اعزائي الطلاب والطالبات اليوم موضوعنا يعتبر في الفرع الثالث من فروع الفنون التي تناولها هذا المقرر وطبعا هذا الفرع اللي هو في الفن الادائي سنتعلم اليوم ان شاء الله عن الانتاج في الفن الادائي. بدايه مع يعني هذا الدرس نريد ان ننتقل الى طبعا مقدمه هذا الدرس فعندنا مدخل للفن الادائي فقد استخدم الانسان جسده للتعبير الادائي منذ العصور القديمه. عاده الانسان حينما يحاول ان يتواصل مع الناس فانه يستخدم التعبيرات الحركيه عن طريق مثلا تعابير الوجه وايضا عن تعابير حركه اليد وايضا حركه الجسم. وفي المناطق التي تكون شاسعه ومتباعده يغلب على اهل وسكان هذه المناطق ان تكون لديهم حركه الجسد وحركه اليد مدعمه للكلام الذي ينطقونه، لماذا؟ لانهم يبتعدون كثيرا عن بعضهم البعض فيعتقد الشخص المتحدث انه بحاجه الى اضافه بعض الحركات التي تعزز الكلام الذي يقوله، أيضا في الفنون هناك طبعا أسلوب الفن الأدائي، الفن الأدائي يعتمد على الصوت على نبرة الصوت، أيضا على طريقة إخراج الحروف وأيضا على طريقة طبقات الصوت التي يلقيها الشخص المتحدث من أجل التأثير على الشخص المستمع أو على المشاهدين، أيضا يعتمد على حركة الجسم. أو حركة الجسد بصفة عامة مثل حركات الأطراف وتعابير الوجه، إيماءات وإيحاءات واهتزاز الرأس وحركة الرقبة، أحياناً حركة الجذع والجسم بالكامل، سواء كان في أدوار تمثيلية أو حتى في الحياة الواقعية أو حتى في أداء مثل الرقصات الشعبية والأهازيج التراثية التي توجد في المملكة العربية السعودية أو في أي نوع من الثقافات الأخرى. حول العالم. نعود اعزائي الطلاب والطالبات الى مدخل الفن الادائي فتعود البدايه الاولى الى العصر الاغريقي اللي هو العصر اليوناني حيث يتبلور فن المسرح وتطور عبر التاريخ وصولا الى تشكيل مفهوم الفنون الادائيه التي نعرفها اليوم وقد توارثت الحضارات هذه الفنون الادائيه عبر اجيالها كموروث ثقافي يعني عندنا في العصر الإغريقي تبلور المسرح وأصبح هناك يعني عندنا من مئات السنين بالآلاف السنين هناك المسرح ظهر وظهر أيضا من أجل طبعا الفنون الأدائية لو ننتقل إلى الشريحة سنشاهد عندنا صورة هي موجودة طبعا لديكم في الكتاب لمسرح ديونيسيوس هو طبعاً يعتبر من اقدم المسارح ويقع في اثينا لو نشاهد الان هذا المسرح مكان العرض يقع في الاسفل في الوسط اما الاماكن هذه الشبه مستديره التي تقع اسفل الصوره هذه طبعاً اماكن جلوس المشاهدين او الجمهور او يعني الاشخاص الذين نسميهم المستفيدين من هذا العرض المسرحي، قد يكون هذا العرض طبعا لبعض المهارات القتاليه، قد يكون ايضا لبعض الفنون الاخرى في التعامل مثلا مع بعض الحيوانات او ترويضها او حتى الحيوانات المفترسه، قد يكون بعض العروض الاخرى او حتى عروض أدائية مثل أداء بعض الأهازيج أو الغناء حتى أو يعني أي شيء يتعلق بالتأثير على المشاهدين في الحركات الأدائية أو حتى في الصوت والنغمات والنبرات الصوتية عندنا طبعاً لو تأملنا مرة أخرى هذا المسرح سنجد انه مصمم بطريقه الجميع يستطيع مشاهده هذا العرض الادائي والجميع يصل اليهم الصوت بنفس الدرجه وبنفس الطبقه، وطبعا هذا يدل على مهاره الانسان منذ القدم في التعامل مع مثل هذا يعني هذه الفنون، وهذا الفرع تحديدا اللي هو فرع الفنون الادائيه. عندنا بعد ذلك اعزائي الطلاب والطالبات الموروث الموروث طبعا هو الرابط الاصيل بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يرثه الابناء عن الاباء ثم بعد ذلك يورثونه الى الاجيال الاخرى. الموروث طبعا هو الماضي، الموروث هو الماضي الذي انتقل الينا اليوم والذي سيتم اضافه شيء منه في حاضرنا وبالتالي حاضرنا في المستقبل سيكون موروثا شعبيا للاجيال القادمه وهكذا جيلا بعد جيل، كل جيل يرث آه ثقافه من جيله السابق او من الجيل الذي سبقه ويطورها ويحسنها ايضا يضيف اليها بعض اللمسات او المهارات في اي مجال من المجالات واليوم نحن نتحدث في الفرع الثالث وهو الفنون الادائيه. طبعا لو كملنا قراءه النص آه طبعا يرثه الابناء عن الاباء من فنون تصدر من الوجدان فلا حضاره دون تراث لانه يمدها بالحياه الخاصه اذا كان متجذرا في انفس الناس كفنون المملكه العربيه السعوديه التي تعتبر بمكوناتها الطبيعيه ثريه بالتنوع والابداع. عندنا في المملكه العربيه السعوديه طبعا فيه تنوع جغرافي في الطبيعه وفي التضاريس، عندنا المناطق الجبليه وعندنا المناطق الساحليه، كذلك عندنا السهول وعندنا هضبه نجد، عندنا ايضا الخليج العربي، عندنا شمال المملكة وجنوب المملكة، كلها أماكن مختلفة في طبيعتها تضاريسية وبالتالي تؤثر أيضاً حتى على السكان الذين يعيشون فيها، فلذلك يظهر عندنا في المملكة العربية السعودية ثقافات مختلفة ومتنوعة من حيث الفنون الأدائية تختلف في الايقاعات في الاصوات ايضا في طريقه ترديد الاهازيج كذلك حركه الجسد تختلف من منطقه الى منطقه بسبب طبيعه المنطقه يعني الاشخاص او الناس الذين يعيشون في المناطق الجبليه لديهم رقصات ولديهم حركات تتناسب مع صعوبة وعورة تلك المناطق الجبلية، أيضا الناس الذين يعيشون مثلا في السهول أو في الأماكن المفتوحة والمنبسطة، لديهم أيضا حركات تتناسب مع هذه المناطق أو هذه الـ 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 انبساط هذه المنطقة، فقد تكون تتميز مثلا بالسرعة أو بالراحة أو حتى بمد النظر على حسب تأثير البيئة في الإنسان الذي يعيش. فيها، واليوم نتحدث عن الفنون الادائيه، وبالتالي فان الانسان الفنان يتاثر ايضا بالبيئه التي يعيش فيها، وحينما يعبر عن مشاعره لابد ان تكون هذه المشاعر مرتبطه بطريقه ما بالبيئه التي يعيش فيها. نعود لاكمال قراءه الـ 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 النص او عن الموروث. فيه عندنا اللي طبعا في هذا الـ 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 الموروث عندنا طبعا نسميه نظره في الماضي فقد انس اجدادنا حياتهم منذ القدم بالاهازيج والحركات الايقاعيه فهم يتغنون بوطنهم في سفرهم واقامتهم. طبعا الاجداد لهم اهازيج كل منطقه مثل ما ذكرت لكم قبل قليل يوجد فيها ثقافه تختلف عن الاخرى بسبب طبيعه هذه المنطقه، ايضا طريقه اللحن، طريقه الاداء تختلف حتى نبره الصوت تختلف من الصوت الجهور الى الصوت الحاد او الى الصوت الغليظ، كلها طبعا تختلف باختلاف المنطقة التي يعيش فيها الانسان، وبالتالي فان اجدادنا كان لديهم لكل منطقة من المناطق، طبعا مجموعة من الفنون الادائية، كذلك اهازيج يرددونها، تدل على فخرهم باوطانهم والاماكن التي ينتمون اليها، في السابق كما في اليوم ينتقل الانسان من منطقة إلى أخرى من أجل كسب العيش. من اجل العمل، من اجل البحث عن الرزق، ولكنه لا ينسى ماضيه ولا ينسى الموروث الذي ينتسب اليه، لا ينسى هذه الثقافه، وبالتالي فانهم يعني يمارسون هذه الثقافات الحركيه الادائيه وكذلك ادائيه من ناحيه الصوت وادائيه من ناحيه الحركه طبعا. يمارسونها حتى لو انتقلوا الى منطقه اخرى في مناسباتهم سواء كانت مناسبات دينيه او افراح او مولود او زواج او غيرها من المناسبات الاخرى، وهذا يعتبر من الموروث الثقافي الذي ينتقل من منطقه الى اخرى، وبالتالي حينما ينتقل الانسان من مكان الى اخر سيجد انه امامه ثقافه مختلفه سيتعلم هذه الثقافه ويتعرف عليها وايضا سيفخر ويعتز بثقافته وبالمنطقه والبيئه التي اتى منها وسيظهر هذه الثقافه في فنونه الادائيه سواء في اداء الصوت او في اداء الحركه نكمل معا يعني في هذا النص وتطرب الابل لحدائهم وتردد الجموع اصواتهم الشجيه في اوقات الحصاد وفي الاعياد ويتمايلون فخرا في اداء رقصات الشجاعه، طبعا الاصوات الشجيه والاداءات المختلفه بالحانها واهازيجها والقصائد التي تردد لها دائما مناسبات مثل ما ذكر في النص المكتوب، طبعا هذه الاداءات قد تكون حركيه احيانا يحمل فيها السيف وهي تعبر عن الشجاعة وعن الإقدام وأيضاً اعتزاز بالمكان الذي ينتمي إليه هذا الإنسان، أيضاً تعبر عن القدرة على الدفاع عن هذا المكان. هناك أيضاً استخدام آخر غير استخدام مثلاً السيف أو الخنجر أو الجنبية تستخدم مثلاً عند المزارعين بعض الأعواد من أجل موسم الحصاد، في هنا في موسم الحصاد يستخدمون بعض الأعواد حتى يضربون بها مثلاً حبوب القمح أو الذرة أو غيرها. وبالتالي تنفصل هذه البذور او هذه الحبوب عن اصل الشجره او النبته التي نمت فيها ثم بعد ذلك يقومون بتنظيفها وتحويلها الى دقيق او اي فائده نفعيه للانسان، فهنا يساعدون بعض الناس يساعدون بعضهم البعض بترديد هذه الاهازيج مع بعض الحركات الايقاعيه والرقصات من اجل التغلب على الملل ومن أجل التغلب أيضا على صعوبة العمل فمع ترديد هذه الأهازيج ومع بعض العبارات التحفيزية أو القصائد أو بيئة الشعر التحفيزية والتشجيعية فإن الجميع سيعمل وسيكون لديهم همة سينسون التعب سينسون أيضا الملل من تكرار نفس العملية وتتحول إلى شيء ممتع تتحول إلى رقصة شعبية وفي نفس الوقت أداء للعمل أيضا قد تكون هذه القصائد الشعبية أو القصائد التحفيزية تحفيزية من أجل الاعتزاز بالمكان وبالبلد الذي ينتمي إليه هذا الإنسان من أجل أيضاً تحفيزه للدفاع عنه أو الاستعداد لأي شيء آخر كما كان يحصل في الماضي عندنا أيضاً قال انه تطرب الابل لحذائهم طبعا هناك فن من الفنون الادائيه يسمى الحداء، وطبعا هذا الفن يرتبط بالابل اعزائي الطلاب والطالبات. طبعا هذا الارتباط يعتبر من الارتباطات الوثيقه انه الانسان يكون فيه علاقه بينه وبين الحيوانات مثل الابل، هنا يكون في علاقه نسميها نوع من العلاقه ترتبط راعي الابل بنفس الابل. لو عدنا الى الشريحه اعزائي الطلاب والطالبات. عندنا في التالي اعزائي الطلاب والطالبات تؤثر البيئه في اداء الانسان حيث ان ابناء الجبال تجد مثل ما ذكرت لكم انه ابناء ابناء الجبال تجد فنونهم في الغالب تؤدى وهم وقوف كالمجارير، المجارير طبعا هي التي في يعني في باديه مكه يوجد منطقه في مكه المكرمه في باديه هناك عندهم فن من الفنون يسمى المجارير هذا الفن اعزائي الطلاب والطالبات يعتبر من الرقصات الشعبيه وله الحان يعني مناسبه وله اداءات جميله ورائعه جدا، هذا الفن من الفنون العريقه في منطقه مكه المكرمه في الباديه تحديدا وايضا يوجد مثله في مدينه الطائف. عندنا ايضا لو تحدثنا عن الخطوه او القزوعي في الجنوب، طبعا هناك نوع اخر من الرقصات الشعبيه ينتمي هذا النوع الى المنطقه الجنوبيه، في الخطوه طبعا لها حركه معينه ومن اسمها خطوه مع ان فيها حركه بالقدم ما يعني خطوه الى الامام ثم خطوه اخرى الى الخلف وهكذا. أو خطوتين للأمام وخطوة إلى الخلف في حركة متناغمة يكون فيها صف من الرجال لا يقل عن عشرة وربما أكثر طبعا على حسب عدد الأشخاص الحاضرين في هذه المناسبة هناك فن القزوعي أيضا يعتبر من الفنون التي تدل على الشجاعة ويعتبر من الفنون التي تدل على الإقدام وعلى الرشاقة فيظهر هنا شباب القبيلة فروسيتهم وشجاعتهم وقوتهم البدنية وأيضا سرعة انطلاقهم وانقضاضهم سواء للدفاع عن المكان الذي ينتمون إليه أو حتى في الدفاع عن إذا حصل أي شيء من الأشياء الأخرى التي كانت تحصل في الزمن السابق عندنا ايضا السهول تجد السامري فن من الفنون الادائيه يسمى فن السامري يؤدى بشكل جالس كذلك طبعا هذا تاثير البيئه الذي ذكرته لكم قبل قليل فن السامري اعزائي الطلاب والطالبات يؤدى يعني اداء صوتيا جميلا متناغما طبعا والاشخاص الذين يؤدون يكونون في حاله الجلوس، اما فنون البحر مثل الفجري والينبعاوي طبعا تكون مرتبطه ببعض الالات الموسيقيه مثل السمسميه وهناك ايقاعات للدفوف والطبول. ولعل اصاله واداب وفنون بلادنا تشعرنا باهميه هذه الفنون الادائيه فمن هذه الارض اعزائي الطلاب والطالبات انتقلت فنون كثيره منها على سبيل المثال فن الحداء. هذا الفن طبعا من الفنون المهمه عندنا في بلادنا، الآن أعزائي الطلاب والطالبات نتحدث أو نشاهد معا مقطع يعني جميل عن فن المجرور في المملكه العربيه السعوديه في هذا الوطن الرائع والمعطاء، لنشاهد ماذا في وطننا عن فن المجرور. كما تشاهدون اعزائي الطلاب والطالبات طبعا فيه اداء معين صوتي يردد فيه يا لا لا يا لا يا لا لا, بلحن معين وبنبره صوت معينه هذا تاثير صوتي طبعا يشد المستمعين ويجعلهم يعني يشعرون بجماليه القصيده التي ستلقى بعد التمهيد لهذا الرتم او هذا الايقاع عندنا طبعا لهم ازياء خاصه ولهم ملابس خاصه يرتدونها كما نشاهد في هذا المقطع لنكمل معا مثل ما هو مكتوب طبعا يقام في المناسبات والاعياد والمهرجانات التراثيه والثقافيه يوجد عنصر من العناصر المهم وهو الدف واحيانا يكون فيه طبول، لكن ما نشاهده هنا في الصوره هو الدف طبعا وكذلك الزي الخاص الذي يرتدونه المحزم وايضا العقال المقصب والاشياء الشعبيه او الملابس الشعبيه التي تعزز الانتماء الى المكان الذي يعني خرج منه هذا الفن. نكمل معا طبعا كما تشاهدون ان الزي يعتبر بشكل مفصل وشكل خاص هذه الثياب مع حركة الحركه الادائيه للانسان حينما يتحرك ويرقص عند الدوران فانها تعطي مساحه وتفتح آه الثوب مما يعطي حجم اكبر وبالتالي يعطي شعور بالهيبه والقوه يشعر المشاهدين بقوه يعني الاداء والحركه، ايضا عمليه ربط الـ الـ الشماغ او الغتره على الراس وهذه تدل ايضا على الاستعداد والتجهز للحركه القويه آه دون ان يفقد الانسان اي شيء من من تجهيزاته سواء كان في المحزم الذي يرتديه او حتى في شماغه وعقاله المقصب وايضا حتى في آه الثوب. لنكمل معا اعزائي الطلاب هذا المشهد كان هذا اعزائي الطلاب وطالبات علم المشاهد الجميله التي تشرح فن المجرور بشكل رائع وجميل، كذلك يمكنكم الاطلاع مزيد على المزيد من هذه الصور والفيديوهات عبر الانترنت طبعا كتابه فن المجرور في مكه المكرمه او في مدينه الطائف وستشاهدون المزيد والمزيد عن هذا الفن. طبعا لو تلاحظون هنا في حركه الدفوف وكذلك الزي تجمع الافراد مع بعضهم البعض تدل على وحده الكلمه وحده الصف الاعتزاز والافتخار بالانتماء لهذه المجموعه من الناس او لهذا المكان نكمل معنا الشريحه التي تليها اعزائي الطلاب والطالبات في عندنا هنا اللي هو برومو سريع طبعا للقناه الثقافيه السعوديه لبرنامج ايقاع الحياه طبعا هذا برومو دون في هذا البرومو اعزائي الطلاب في مختلف يعني الثقافات في المملكه العربيه السعوديه في ثقافه من جيزان في ثقافه من شمال المملكه في عندنا ايضا الدحه الشماليه في عندنا كذلك ثقافة من منطقة الخليج أو من جهة الأحساء كل هذه الثقافات تدمج بشكل سريع وتعطينا صورة عامة وشاملة على الفن الأدائي في المملكة العربية السعودية ننتقل الآن إلى المعلومة الإثرائية المهمة جدا اللي هو حد الإبل أي ساقها أو حد الإبل اللي هو ساقها وحثها على السير بالحداء ولها قصة جميلة سنشاهدها في المقطع التالي. لاحظ هنا عزيزي الطالب عزيزي الطالبة صوت الحداء وعلاقته بحركه الحيوان، الحق يعني بحركه الجمل في هذا المقطع. لنشاهد الان ونستمع الى قصه الحداء التي بدايتها التاريخيه ومعرفتها. ليس غريبا على العربي ان يمتد في فنونه الى اعماق التاريخ فهو الاصيل الذي تلون جسده بألوان الصحراء، وامتزجت روحه بمكوناتها، حتى غدت جزءا لا يتجزأ من عالمه القديم والحديث. فالروايات العربية تعود بتاريخ الحداء لزمن مضر بن نزار بن معد، وهو أحد أجداد العرب، إذن كما يقول في إذن كما يقول في هذا المقطع تعود الى زمن آه هذا الرجل العربي القديم تعود الى مئات السنين طبعا فيها فن الحداء او فيها هو كان طبعا تعرض لاصابه في يده وكان يردد عبارات معينه وبعد فتره اكتشفوا طبعا ان الحيوانات او اقتربت منه واصبح في نوع من آه الانجذاب لصوته وكذلك لترديد الكلمات التي كان يقولها لنكمل معا ماذا يوجد في هذه القصه التاريخيه سقط عن بعيره في <applause> احد اسفاره فانكسرت يده فجعل يقول وهو من أعذب الناس صوتا يا يداه يا يداه فتجمعت الإبل حوله وطاب لها السير معه فاتخذ العرب قوله ذلك حداء برجز الشعر وكان ما قال يعني الآن أعزائي الطلاب والطالبات أصبح هناك شيء اسمه الحداء فاتخذ العرب قوله الحداء يعني هذا الحداء نعرف لماذا سمي بالحداء طبعا كان يردد عبارات معينة بسبب الألم بسبب تعرضه لتلك الإصابة فكان صوته يعني يختلف عن صوت الشخص العادي حينما يتحدث ليست نبرة عادية وإنما نبرة كان فيها نوع من الألم وكان يردد عبارات معينة لنسمعها معا أول الحداء وقديما قال الحادي يا هادية يا هادية ويا يداه يا يداه وحتى يومنا هذا ومسامع الإبل تتشنف بأجمل الأصوات حداء وترجيعا هنا نعرف أن الإبل انجذبت لحداء هذا الرجل وتأثرت بنبرة صوته وبأدائه لتلك الكلمات نكمل معا هذا المقطع تطرب له وله تستجيب. الفن الادائي اعزائي الطلاب والطالبات ان الاداه الرئيسيه والهامه في الفن الادائي هي الجسد الذي من خلاله يتم التعبير الحركي والفني والجمالي. هناك ايضا ادوات اخرى يتم توظيفها بغرض الانتاج للعرض الادائي مثل الموسيقى والمؤثرات الصوتيه وايضا الفنون التشكيليه من رسوم وخلفيات وكذلك الاعمال الفنيه المصممه للديكور، طبعا هذه كلها مدعمه ومسانده للفن الأدائي تكون مرتبطه مثلا بالمسرحيه اذا كانت تاريخيه يكون الديكور تاريخي، الموسيقى تاريخيه، المؤثرات الصوتيه المسموعه كذلك تكون تاريخيه فيها صوت الرياح او صوت الرمال او كذا، فهنا كلها تكون مرتبطه بعضها البعض في وحده واحده فنيه جميله جدا. طبعا نكمل معا أعزائي اللي هو فنون الإضاءة والتقنية مهمة جدا في تسليط الضوء على العناصر المهمة في العمل الفني الأدائي بهذا أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس وإلى نلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته